هنعرض على حضراتكم دلوقتي تصوير لتطبيق الهوية على المحاور المختلفة للمدينة. قسمنا المحاور دي على شكل رحلة بيمشي فيها السائح من أول ما بيوصل للمدينة ولحد ما بيغادر. عشان كده لو بنقسم تطبيق الهوية على محاور بتبدأ برحلة، فأهم حاجة في الرحلة نقطة البداية اللي هي بتبدأ من السكة الحديد أو المطار. عشان كده كنا حابين ان في وسائل الدعايه والاعلان اللي موجوده جوه المطار تبقى بتشرح الصوره اللي احنا لسه موضحينها لحضراتكم دلوقتي، تبقى بترحب بالسائح وترحب بالزوار. السائح لما يوصل المطار ويشوف الصوره دي هتترسخ في عقله الباطن وهتغير الطريقه اللي بيبص بيها على المحافظه في خلال رحلته. وسائل الدعاية والإعلان مش بس مهمة جوه المطار والسكة الحديد، هي كمان مهمة من السائح أول ما يغادر المطار أو السكة الحديد طوال ما هو ماشي في الشارع يقدر يشوف نفس النمط ونفس الصور اللي هي رحبت بيه أول ما وصل المدينة. بعد كده السائح بيمشي في رحلته في الشارع وبيوصل للمعابد. أول ما بيوصل للمعابد بياخد التذكرة اللي هي معمولة بتصميم بنفس التصميم اللي رحب بيه في أول ما وصل المحافظة، وده بيكون زي تذكار السائح يكون عايز ياخده معاه ويحتفظ بيه. من نفس الألوان والرسومات دي صممنا زي موحد للعاملين بداخل المعابد بحيث إن السائح يشوف نفس الهوية ويحس إن ده شخص هو يقدر يطمن له ويسأله في أي حاجة هو حاببها. كمان فكرنا في رحلة السائح جوه المعابد، عشان كده صممنا شكل موحد للوحات الإرشادية داخل المعابد عشان تسهل، مبنية على أسس علمية عشان تسهل للسائح رحلته جوه المعبد. بعد ما السائح بيغادر المحاور دي بيركب وسيلة مواصلات سواء كانت التاكسي أو الأوتوبيس أو الفلاي. وبكده لما الهوية تكون متطبقة على النقط دي هتقدر إنها تكون بتمشي في المدينة وبتنتشر وهتكون موجودة في كل شوارعها.